الله عليكم. تقول في سؤالها الثالث، وتقول السيدة: لقد حلفت يمينا على ابني الأكبر ألا يشرب الدخان عافانا الله وإياكم، لكنه قد شربه. كذلك حلفت اليمين عليه ألا يعطي سيارته أحدا من أصدقائه لأنهم أصدقاء سوء، وقد عرفت أنه أعطاهم السيارة، وسؤالي: ماذا يجب علي عمله، وما كفارة ذلك الحلف؟ وإن كانت الكفارة التصدق، هل يصح أن أتصدق على غير المسلمين؟ نعم، يجب عليك الكفارة من كل من اليمينين، لأن ابنتي خالفت فيما منعتيه وحلفت عليه بترك، عليك كفارة عن كل يمين، والكفارة عتق رقبة، فإن لم تجدي فصومي فأطعمي 10 مساكين. الكفارة كفارة اليمين مخير فيها بين العتق عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاث فإنك تصومي 3 أيام. قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم، ولا يجوز دفعها لغير المسلمين. كفارات والنذور والزكوات لا يجوز دفعها لغير المسلمين. نعم.